أهلا بكم من جديد. نتابع من مصر. 22 مومياء ملكية مصرية قديمة سيتم نقلها خلال الساعات المقبلة في موكب ضخم عبر العاصمة القاهرة، ووسط استعدادات خاصة وفريدة من نوعها ستنقل القافلة 18 ملكا وأربع ملكات، معظمهم من المملكة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا من القاهرة مراسل الشرق محمد الخولي. محمد، أهلا وسهلا بك يا محمد. إذا نحن نقترب أكثر من انطلاق هذا الموكب المهيب، إذا ما هي آخر الاستعدادات؟ كيف تبدو الاستعدادات الآن؟ نعم، تحياتي ميراشا. ساعات قليلة وينطلق الموكب الملكي الذهبي كما أطلق عليه من المتحف المصري متجها إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط. الاستعدادات على قدم وساق، بوجود تجديدات أمنية مكثفة في طريق هذا الموكب، بداية من ميدان التحرير مرورا إلى ميدان سيمون بوليفار إلى كورنيش النيل، ثم إلى منطقة السيدة زينب، ومرورا إلى منطقة الفسطاط وصولا إلى متحف الحضارة. الاستعدادات التي أعدت لهذا الموكب، بداية من إجراء أشعة مقطعية على كافة المومياوات الملكية في المتحف المصري، وأيضا تطهيرها وتعقيمها، وأيضا توثيقها للمرة الأخيرة وتصويرها في مكانها القديم قبل أن تتحرك. ستوضع المومياوات داخل كبسولة نيتروجين كما أعلن المسؤولين. هذه الكبسولة أعدت خصيصا لتحافظ على المومياء من عوامل الجو والرطوبة وأيضا البكتيريا، وأيضا حفاظا عليها من بعض إذا كانت عرضة لتعرضها لمطبات في الطرق التي ستمر عليها. لكن حتى هذه اللحظة ستغلق بعض المحاور الرئيسية في القاهرة، بداية من كوبري أكتوبر مرورا إلى كوبري 15 مايو. هذه المحاور ستكون مغلقة تماما من الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. الموكب سيبدأ في الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يصل في الساعة 7 لمتحف الحضارة. سيكون في استقبال رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من الشخصيات العامة وسفراء الدول، وأيضا بعض الفنانين، وأيضا ستكون هناك قطع موسيقية ستعزف بصحبة هذا الموكب، وأيضا عدد من الأفراد الذين يرتدون الزي الفرعوني، وأيضا عدد من الخيول التي أيضا تجرها عربات بشكل فرعوني مصاحبة. محمد، هل لديك معلومات عن أسماء للشخصيات السياسية التي سترافق الرئيس المصري إلى هناك، وكذلك بعض الوجوه الفنية التي ذكرتها؟ نعم، مصر وجهت الدعوة إلى عدد من الدول العربية، ويعني هناك قبول أو تم الإعلان عن قبول هذه الدعوة. المملكة العربية السعودية، السفير السعودي في القاهرة شكر مصر على دعوته لحضور هذا الحفل، وأيضا بعض الدول الأخرى، الإمارات وغيرها والأردن وغيرها من الدول العربية سيكون لها ممثلين في هذا الحدث. وأيضا هناك بعض الفنانين الذين سيشاركون في فقرة في هذا الحدث، منهم الفنان حسين فهمي ومنى زكي، وبعض النجوم الكبار في مصر سيشاركون بفقرة في مقدمة هذا الحدث. وأيضا سيكون هناك بعض الفنانين المتواجدين في استقبال المومياوات في متحف الحضارة المصري. نعم. طيب محمد، خلال مرور هذا الموكب، هل سيستطيع المتواجدون على الطرقات ربما، والذين سيتابعون هذا الموكب بالعين المجردة إذا ما صح التعبير، هل سيستطيعون أن يرون هذه المومياوات، أم أنه سيكون عليهم التوجه إلى المتحف لمشاهدتها؟
نعم، يعني حقيقة المحيط في ميدان التحرير والمتحف المصري هناك تجديدات بعدم الدخول في هذه المنطقة، لكن في اتجاه سير المواكب في منطقة السيدة زينب والفسطاط وغيرها من المناطق التي ربما يتاح إلى الجمهور مشاهدة الموكب في سيره الأخير إلى متحف الحضارة المصري. السلطات المصرية قالت بأنه يعني قد تتيح للجمهور على جنبات الطريق في سير الموكب لمشاهدته وإلقاء النظرة عليه قبل الوصول إلى متحف الحضارة، لكن هناك ترقب من المصريين، خاصة وأن هناك بعض المومياوات التي أثارت الجدل، وأيضا هناك تواجد ربما يكون غريب بعض الشيء، فربما هناك بعض المومياوات كان هناك في فترة حكمها بعض التوترات بينهم وبين بعضهم البعض، الآن يتواجدون في موكب واحد، على سبيل المثال الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث الذي كان هناك صراع كبير على العرش بينهما، وحكمت الملكة حتشبسوت قرابة 21 عاما حكم مصر. أيضا هناك بعض المومياوات المثيرة للجدل، الملك سقنن رع وهو أول الملوك التي ستخرج من ميدان التحرير متجهة إلى متحف الحضارة المصري. نعم، طيب يا محمد، نحن بانتظار هذا الموكب، وطبعا سنعود إليك في نشرات لاحقة لنشاهد سويا انطلاق هذا الموكب ووصوله إلى المتحف. شكرا جزيلا لك مراسل الشرق محمد الخولي، حدثتنا من القاهرة.